السلام عليكم يا صحابي، عاملين ايه؟ انا عاوز احكي لكم عن موقف حصل لي. تفتكروا اني غلطان؟ احكي لكم وبعدين قرر. قوم يا سفيان جاوب على بعض الاسئله. حاضر يا استاذ جميل. ما اخوات كانا؟ ايه، هو في اخوات لكانا؟ افتكرت، هبه وسعاد وهدى ورشا ونجلاء ونيفين. الاجابه غلط طبعا. ازاي كده؟ انت بتالف؟ طب جاوب على سؤال تاني يا سفيان، هات جمله فيها ظرف. ارسلت رساله الى ابي. أين الظرف؟ أرسلت فيه الرسالة. لا مش معقول كده. تفتكروا يا صحابي أستاذ جميل زعلان مني ليه؟ ده أنا عصرت مخي عشان أجاوب، بس الصراحة لما أستاذ جميل عرفني الإجابات حسيت أني زودتها شويتين 13 كده. مش قلتلكم تدعولي أبطل أكون أبو العريف؟ أرجوكم ادعولي، توب علي يا رب، توب علي يا رب. مش قادر انسى لما استاذ جميل قال لي ايه فايده الاذر، وقلت له عشان تشيل النضاره وتحميها من الوقوع على الارض، وراح زعل مني استاذ جميل قوي. انا فهمت دلوقتي، بس كان عايز يقول لي اسمع بودانك المعلومات الصحيحه وبعدين قول اجابات منطقيه. مش عارف اعمل ايه في نفسي، ودلوقتي وقت الفزوره. ما اسم اضخم كائن حي في العالم؟